مشاهدينا متابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، أهلا بيكم. معكم عناية عبد الحليم، مراسلة أهل مصر من كفر الشيخ. يعني في حالة كبيرة جدا من الحزن بتخيم على أهالي قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ منذ ظهر اليوم، وذلك بعد وفاة أحد أبناء القرية، وهو شخص ستيني عمره 62 سنة يدعى محمد السيد من أثناء أداء صلاة الجمعة ظهر اليوم في أحد مساجد القرية، قرية شباس الملح، يعني وسط حالة كبيرة جدا من الصدمة والحزن لجميع أهالي القرية وجميع الحضور في المسجد. يعني المتوفى إلى رحمة مولاه زي ما ذكرت لحضراتكم، واللي ظهر صورته قصاد حضراتكم الآن، هو أحد أبناء قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عمره 62 سنة، اسمه محمد السيد مناع. ذهب اليوم أو ظهر اليوم إلى أحد مساجد قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ لأداء صلاة الجمعة اليوم كالمعتاد، ولكن يعني هو دخل توضأ وذهب إلى المسجد لأداء الصلاة، وأثناء تواجده في المسجد لأداء صلاة الجمعة صعدت روحه إلى بارئها وسط صدمة كبيرة جدا لجميع الحضور والمتواجدين في المسجد، يعني منذ ظهر اليوم، وبتخيم حالة كبيرة جدا من الحزن على جميع أهالي قرية شباس الملح هنا في محافظة كفر الشيخ بعد وفاة مسن ستيني أثناء أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد القرية. يعني طبعا كانت حالة كبيرة جدا من الصدمة لجميع المتواجدين في المسجد لأداء الصلاة. هذا المسن المتوفى إلى رحمة مولاه دخل إلى المسجد لأداء الصلاة، وأثناء تواجده في المسجد صعدت روحه إلى بارئها. يعني طبعا هو كان داخل يصلي المسجد، ولكن خرج من المسجد محمولا على الأعناق وسط حالة كبيرة جدا من الصدمة والحزن. يمكن هذا المسن المتوفى إلى رحمة مولاه مشهور لي بالأخلاق الطيبة والسيرة العطرة وحرصه على أداء الصلوات الخمسة في موعدها في المسجد، وكان محبوب من جميع أهالي قريته. يعني وفاته المفاجئة أثناء أداء صلاة الجمعة اليوم في أحد مساجد القرية سببت حالة كبيرة جدا من الحزن والصدمة لجميع أهالي القرية. طبعا يعني خلال الساعات القليلة الماضية تحول موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لسرادق عزاء نعى في عدد كبير من أبناء القرية هذا المسن الراحل إلى المتوفى إلى رحمة مولاه. الكل بيدعي له بالرحمة والمغفرة، الكل بيدعي له بالرحمة والمغفرة، وأن ربنا يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. يمكن يعني زي ما ذكرت لحضراتكم هذا المسن المتوفى إلى رحمة مولاه كان مشهود لي بالأخلاق الطيبة والسيرة العطرة، وكان حريص على أداء الصلوات الخمسة في موعدها بالمسجد، وكان محبوب من الجميع. فطبعا يعني وفاته سببت حالة كبيرة جدا من الصدمة لجميع أهالي القرية، والجميع اعتبر وفاته أثناء أداء صلاة الجمعة اليوم أكبر دليل على حسن الخاتمة. يعني مشاهدينا متابعي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، احنا بنسأل حضراتكم جميعا بالدعاء لهذا المسن المتوفى إلى رحمة مولاه أثناء أداء صلاة الجمعة اليوم. ربنا يا رب، بنسأل حضراتكم جميعا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذوي الصبر والسلوان. يعني مشاهدينا متابعي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، احنا بحضراتكم دلوقتي بنسرد تفاصيل وفاة مسن عمره 62 سنة أحد أبناء قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. وفاته المفاجأة اليوم أثناء أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد القرية. يعني طبعا كالمعتاد وزي ما ذكرنا لحضراتكم وفقا لكلام أهالي القرية، أن هذا الشخص المتوفى إلى رحمة مولاه كان مشهود لي بحرصه على أداء الصلوات في موعدها داخل المسجد، وكان معتاد النهاردة أو كل يوم جمعة وتتوضأ وذهب إلى المسجد لأداء الصلاة، وكان يعني وفقا لرواية الأهل إن هو كان بيسرع للذهاب للمسجد لأداء صلاة الجمعة، ولكنه دخل إلى المسجد لأداء الصلاة ثم يعني خرج محمولا على الأعناق بعد وفاته أثناء
أداء صلاة الجمعة في مسجد في أحد مساجد القرية، لتخيم حالة كبيرة جدا من الحزن على جميع أهالي قرية شباس الملح في مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ. ويعني الأهالي يستعدون لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بعد صلاة المغرب اليوم. يعني جميع أهالي قرية شباس الملح في محافظة كفر الشيخ يستعدون لتشييع جثمان هذا المسن الخمسين الذي صعدت روحه إلى بارئها أثناء أداء صلاة الجمعة ظهر اليوم هنا في قريته في قرية شباس الملح بمحافظة كفر الشيخ. يعني الجميع يستعد لأداء صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة المغرب اليوم، وبعد ذلك سيواري جسده الثرى إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته. يعني وسط حالة كبيرة جدا من الحزن بتخيم على أهالي القرية جميعا بعد فقدان أحد أبنائها أثناء أداء صلاة الجمعة اليوم. بنسأل حضراتكم مرة تانية بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. طبعا حسن الخاتمة أن شخص يعني يلاقي ربه أثناء أداء صلاة الجمعة، زي ما ظهر حضراتكم دي صورة هذا الشخص المسن عمره 62 سنة واسمه محمد السيد مناع من أبناء قرية شباس الملح بمحافظة كفر الشيخ، اللي وفاته المنية اليوم أثناء أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد القرية. حالة كبيرة جدا هنا من الحزن بتخيم على أهالي قرية شباس الملح بعد معرفة خبر وفاته أثناء أداء صلاة الجمعة اليوم. والكل بيدعو لي بالرحمة والمغفرة، والجميع بيدعو له أو بيعتبر وفاته أثناء أداء صلاة الجمعة اليوم أكبر دليل على حسن الخاتمة، والجميع في حالة كبيرة جدا من الحزن والصدمة لوفاته، والكل يدعو له بالرحمة والمغفرة. يعني مشاهدينا متابعي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، احنا كنا مع حضراتكم بنسرد تفاصيل خبر وفاة مسن 60 ديني أساء، ونسرد لحضراتكم خبر وفاة مسن 60 عمره 62 سنة يدعى محمد السيد مناع من أبناء قرية شباس الملح بمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، والذي وفاته المنية ظهر اليوم أثناء أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد القرية وسط حالة كبيرة جدا من الصدمة والحزن لجميع الحضور. يعني والجميع بينتظر الأداء صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة المغرب اليوم ليواري جسده الثرى إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته في القرية. يعني ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويسكنه فسيح جنته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. حسن الخاتمة وفاة مسن 60 أثناء أداء صلاة الجمعة اليوم في أحد مساجد قرية شباس الملح بمحافظة كفر الشيخ. يعني مشاهدينا متابعي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، احنا كنا مع حضراتكم النهاردة هنا من محافظة كفر الشيخ. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.